كي هضرت على تاع رؤساء الفرق كي على الزبير كي ما وقفوش معاه، انا نعطيك نروح لك كيما يقولوا بلو لوان. كنت في فريق ما وما تقوليش شو هو الفريق. لغه ال هذا يخسرك. كنت في فريق ما وكونتر الفريق هذاك ما تجبدوش وكونتر الفريق تاعي الفريق تاعو تاعي الفريق تاعو. كانت المباراه مرتبه واتهمت ايضا بترتيبها لكن سجلت في الدقيقه الاخيره في الدقيقه 90 عكس ما كان متفق على ايمن نعمون مور 18 مور 18 تيريتها من بعيد سقط الفريق هذاك اللي هو الفريق تاعو. انا سقطت من الموسم هذاك. جاني رئيس الفريق قال لي انت عام كامل وانت راقد اليوم فطنت. رئيس الفريق ديالك رئيس الفريق تاعي ايوا جا لي الفيستير قال لي موسم كامل وانت راقد. هذه باش الحكايه باش تكون تفاصيلها حلوه على الاقل نذكر الفريق باش يقول لك فاش الرئيس كان لانه تبقى قصه مبهمه باش تبقى حبيب يشوف واش من الموسم يشوف واش من الموسم طاحت القبه ايما لازم معك حد عنابه هذيك ما على باليش معك حد عنابه المهم كلام كلام ما دواء دواء كان عيشوه زوبيس هذي شكي نسات امك ما زلت تلعب شوف ما لعبت هذاك الماتش الحمد لله يا رب شوف الفريق تاع القبه يحتاج النقاط يحتاج النقاط باه ما يسقطش وانا الفريق تاعي اللي كنت فيه ما يحتاجش النقاط انت حد عنابه جا الفريق المباراه مرتبه انا في الدقيقه 90 ضربت تير من وراء 18 دخلت كانت ما ايت عليا الكوتي دروا المهم جاو بكاو جاو لي جوار يبكيو وقالوا لي واش درت لنا باسكو القبه كانوا فيها غير ولادها انا قلت لهم انا ما نهضر انا كون يكون قلت لهم كون يكون كونتر لو بير تاعي نطيحو ضربتها دخلت جا ايت علي الجوار تاعكم هذاك اللي لي دروا جا يبكي كيفاه طيحت انا كيفاه طيحتنا اي بان لقيت نفس التذمر من رئيس الفريق تاعي جا لي قال صعباك حمزه هنا لازم نديروا بوز لا 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 خاطر صح تما رانا نحكوا في امور خطيره امور خطيره انت في الماتش هل حسيت ولا سمعت هضره من قبل باللي المباراه مرتبه شوف انا حسيت انا حسيت لافي ماشي حسيت لافي اعلمت لافي باللي راك خادم الماتش انت والهادي عادل وهاك راهو يعرفهم الله يذكرهم بخير الله يذكرهم بخير الهادي عادل الهادي عادل و كنت صغير وبقرار منير وبو حربيط يعني كاع راكو خادمين المباراة راكو خادمين الماتش وتكلموا غير على الهجوم لما المدرب الشيخ كمال موسى مد التشكيله مد التشكيله التي اتهمت انا ادروات الهادي عادل اونديس نفس ليكيب انا بعد شغل ما حبيتش انا قلت طونكو ما نحتاجش الماتش قلت له انا الحوايج هذو اي في تي اخ انا ما نلعبش قال لي نو انا كمال موسى كان حاكمني في سيربي يعرفني شكون انايا قال لي اللي ما في كرش وتبن ما يخاف النار قال لي تلعب العب عادي يعني هنا راك تبرأ بلي كمال موسى ما كانش ما على بالوش ايضا ما على بالوش دخلت وانا من ظهري الله يبارك دخلت فاس فاس خرجت دريبلت الكارديان ضربتها خرجت قعد غير راطي زدت شغل زدت الهضره باسكو لا بريسيون من بعد في وسط الميدان ما عنباليش كان عندهم وسط ميدان ممتاز وين تلعبت المباراه هذه في روسوفينا حنايا صح جيتيري انت قريب تغلط قريب نقول لك وين موسك في لا ديرنيير مينوت جو بونس في الدقيقه 89 ولا باسكو جاو تكلموا معايا اللاعبين تاع القبه وكاين دي جوار صحابي ولعبوا معايا حتى في الفريق الوطني قال لك يا ولدي انتم ما تحتاجوش والله العلي العظيم اقسم بالله العلي العظيم في كورنر يبكيو باسكو القبه راه يبكيو مساكن ولاد القبه كامل كنتوا كنتوا صغار لا خاطرش موسم صعب لعبوا ثلاث مباريات في اسبوع وكانوا بداوا بعد مرحله الاياب جاوا يحضنوا فينا قلت لهم انا والله ما نقدر الحوايج هذو ما نقدرش الهادي عادل قال لهم غير راك لا تشوفوا معنا من بعد جيتي ريانتير خبطت في الترونسفيرسال دخلت فرحت انايا فرحت بزاف بصح ما فرحتش الهدف فرحت انا نحيت التهمه نحيت ما فرحتش بسقوط القبه ما فرحتش يعني بسقوط القبه وما فرحتش بفوز الفريق تاعي لانه خلاص احنا ما نحتاجوش لي بوان فرحت بتبرئه نفسي بتبرئه نفسي لانه بعد الانصار اصبحوا يتغناوا بيا قال لك سي بون انت راجل فوالا كي دخلت الفيستير جا الاداره قالوا لي باسكو انا الموسم هذاك ما درتش موسم هذاك الموسم الثاني تاعي في عنابه سجلت 5 اهداف او 6 قال لي كيفاه عام كامل وقت الصح زعما فطنت وليت تمركي اي بان الماتش كان للاسف فزت له